الغريب انه في يوم عرفة، يوم عرفة بكون عيد الكفارة عند اليهود اللي هني اي يوم؟ 23 بكون احنا صايمين واليهود صايمين. التقوا هدول هم بصوموا لاعتبار معين واحنا بنصوم لاعتبار ثاني. هذا اليوم هو يوم كبور، يوم الكفارة يوم كبور. شو فكرة دايما بداية السنة العبرية اليوم العاشر هو يوم كبور من السنة العبرية، اليوم العاشر هي بدت وينتا 14 يوم الغفران، يوم الغفران بكون العاشر في العيد. اذا بداية السنة العبرية اليوم العاشر يوم الغفران. على فكرة كان لي دراسة قديمة وادهشتني في حينها لما بحثت عن اليوم اللي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الاقصى ليلة الاسراء والمعراج. هذه دراسة قديمة يعني بداية التسعينات، فوجدت اخذت طبعا ارجح الاقوال في السيرة، فوجدت ان الرسول داخل في 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 يوم في 10/10 لانه 10/10 بالميلادي هو اصلا في الشريعة اليهودية منصوص 10/10 هذا يوم الغفران يكون يوما للغفران. الاصل الدين عندهم بالقمري، لكن مشان يظلوا محافظين على الاعياد في المواسم الى اخره ماشيين مع السنة الشمسية كل 3 سنين. شو بيعملوا هم كل 3 سنين؟ بيضيفوا شهر. في الاصل في الدين، في الدين زي ما هو محدد موسى عليه السلام في 10/10 طبعا هم بيكون 10/7 لانه دائما بدك تضيف، لما بيقولوا 7 ضيف 3 بيقولوا 6 ضيف 3 لانه هم بيبدوا من شهر 4. لذلك بتجد الدول بدول كنا متأثرة فيهم بيبدوا السنة المالية بشهر 4 بعد مضي 3 أشهر مش هيك؟ السنة المالية الى اخر. هذه هي طريقة اليهود اصلا تمام؟ فهون وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الاقصى في 10/10 يوم الغفران. واليوم التقى والسنة هاي اللي انتهت السنة السابعة وضايل اذا بصح الكلام في 2022 قديش بكون ضايل؟ 7 بكون ضايل 7 الان، بس بكملش 7 لانه لازم يكونوا موجودين في شهر اخر شهر 9 يكونوا موجودين. يبدو مش احتمال يكونوا مش موجودين في اخر 9 طبعا هذا الكلام مش 100% فبالتالي بصيرش ثبوت، يعني بيحصلش الثبوت، اخر ثبوت هذا يبدو. وهذا ملتقي الان عيد العيد عندهم اللي هو عيد الكفارة مع انه يوم مع يوم عرفة. فانا قلت التقوا بدي اعمل لهم دراسة اشوف هذا الالتقاء له معنى. راح افصله ان شاء الله في شيء ما مصور ننزله بدل درس الاحد نشوف العجب في عملية الالتقاء اللي بتعطيكم بشرة. الالتقاء هذا بيعطيكم بشرة ليش؟ لانه في ناس بيشتغلوا عليكم في اليأس، ودائما الناس لما بيأسوا بفرطوا في الحقوق، ولما بيكون عندهم امل بتمسكوا بحقوقهم. فدائما لازم يفتح للناس باب الامل، بيكون هذا ان شاء الله.